رمز المحبة عنوانه، الديرة بتعتز بفرسانه، ورمز المحبة عنوانه، هي ملقانا وهي مثوانا وتبقى الراية عالية. أوجه رسالتي إلى أحبتنا وأهلنا في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وإلى المغتربي مدينة البيرة في أشتات العالم كاملا، أن يتوجهوا إلى هذه المدينة، المدينة التي يعود تاريخها إلى 5500 عام، هذه المدينة التي يبلغ تعداد سكانها الحالي 80,000 مواطن، أن يتوجهوا إليها بكل إمكانياتهم وكفاءاتهم وقدراتهم للاستثمار فيها على أكثر من صعيد. الصعيد الأول تربية الأبناء في هذه المدينة على القيم والثقافة العربية الإسلامية، ثانيا الاستثمار المادي، بحيث أن هذه المدينة بحاجة إلى مؤسسات مرافق جديدة حيوية تواكب العصر الحديث، وكذلك إلى الوجود في مدينتهم لتعزيز صمودهم في مواجهة المحتل الصهيوني الذي يقيم ويجثم على جبال مدينة فلسطين من كل على جبال ومدن فلسطين في كل الاتجاهات وكل الأماكن. لذلك وجودهم في المدينة وصمودهم وتعزيز صمودهم لمواطني مدينة البيرة هو واجب شرعي ووطني وديني وواجب من كل الأبعاد. رسالة إنه الواحد ما ينساش بلده، يعني الواحد لازم مزبوط كل أعماله بأمريكا والأولاد بأمريكا كل شيء بأمريكا، بس المفروض على الأهل إنه يكونوا يحطوا غريزة فلسطين وغريزة اللغة العربية بالأولاد، هم المسؤولين عن الأولاد، إنه على الأقل لكل سنة يجيبوا الأولاد على فلسطين لمدة شهر أو شهرين إنه يعرفوا شو بلدهم. في ناس كتير في أمريكا طول عمرهم في أمريكا، الأولاد بيعرفوش لا يحكوا عربي، بيعرفوش شو فلسطين، بيعرفوش شو عادات فلسطينية، ولذلك في شغلات مستقبلية بتأثر عليهم كثير. فالواحد لازم يا شعبنا يا أهلنا يا أهل بيرة كلكم يا أهل فلسطين كلكم بالداخل وبالخارج إنكم متسوش فلسطين، متسوش أولادكم، ولازم أنتوا تحطوا الغريزة في جوا الأولاد هدول الصغار اللي أنتوا مسؤولين عنهم وأنتوا تحاسب عليهم. مدينة بيرة صارت فيها عمارات، زادت من عدد من ناحية عدد سكان، صار فيها محلات، صار فيها أشياء حلوة كثير، خلت البيرة في مدينة مشهورة في البلد حتى في رام الله. حقنا احنا حابين نخلي اهل الغربه اللي في الغربه من امريكا يجي على البلد في البيره، نخلي البيره تكبر احلى من ما هي حلوه هالكيت، ونخلي جميع الناس تعرف انه البيره بتقدر تسوي شيء ما حدا بيقدر يسويه، ونخلي انه اهل جميع الدفه واهل رام الله والمدن الثانيين يعرف انه احنا اهل البيره نقدر نسوي اشياء حلوه، واذا بنقدر نرجع اهل في الغربه نرجع من بلدنا. هي خاصه لاهلنا المغتربين، أهالي البيرة المغتربين في أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنرحب فيهم إحنا إن شاء الله في زياراتهم للبيرة، ومن كلهم يعني إنه في بلد مش زي أول، البلد كبرت، في ناس كثير من المغتربين صار لهم جوز 20 و15 سنة ما زاروا البلد ولا بيعرفوا كيف شكل البلد أصلا، فإحنا بندعوهم لزيارة مدينة البيرة والاطلاع عليها وشوف في امكانيات يعني للعمل في مدينه البيره، لانه صارت بلد كبيره، مش شرط انه بيجوا يسكنوا هان، انا عارف حياتهم صارت هناك وعيالهم هناك وفي المدارس وكل شيء، ولكن بيقدروا يعملوا بس من هان، يعملوا مستشفى خاص، يعملوا عيادات مستوصفات، يعني يرفعوا اسم البلد. طبعا احنا اداره جديده في مؤسسه شباب البيره، وحابين يعني نعمل في الصيف نشاطات صيفيه لأهلنا اللي بيجوا من أمريكا، لأن احنا عارفين بيجوا من أمريكا ما بيعرفوش وين نروح الأولاد، وكلها بتصير شغلات على راسه هذا، ويعني بقضي وقت الواحد على الفاضي، يعني مش على الفاضي بس مش. فإحنا عاملين برنامج كامل لأهلنا المغتربين اللي حابين يزورونا الصفية القادمة إن شاء الله. رح نعمل رحلات أسبوعية داخل فلسطين، داخل الضفة وداخل 48 إن شاء الله. رح نعمل مدرسة رياضية من باسكتبول من كرة قدم تدريب لمدة شهرين لشبابنا، يوم يجوا من أمريكا يلاقوا إشي يعني حافز اللي يحفزهم على إنه ينبسطوا. رح نعملهم طبعا دورات كشفية إن شاء الله، الكشاف على الطبل وعلى المزمار وعلى المبادئ الكشفية وكل إشي، يعني دورة كاملة. فمن من اليوم إحنا قاعدين نشتغل هذا الموضوع إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه خير لأهل البلد إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم.
First, I would like to thank everyone for the opportunity to be able to congratulate the convention, which is being held in Orlando. It gave us a lot of pride to know that the convention is back on track and the community is getting together. It's important for us here to see the Albira community active in the States, because there's a lot of value added, not only for the community itself, you who are meeting, but there's a lot of value added for us here too, especially those of us who were born in the States and actually relocated to Palestine. We like to know that there is a community that's still organizing in the States, and we also would like to see some of that community engage in Palestine in a more direct way. I know a lot of the young people come and may be bored during their visit here because things are hard to interface with, whether it's organizations or activities, but there's a lot happening here. And if you go beyond the coffee shop and your aunt's porch, you'll find that the community is rather dynamic. All, you know, both the sports scene here, the cultural scene, the political scene, there is a lot to do here. We have a barrier as Palestinian Americans, which is our language. But to be honest with you, I've been here now for 21 years, and I can say that the community accepts that we don't know Arabic fully, and they deal with us in a very constructive kind of way for the most part. I was able to come back and actually be involved in the creation of the Palestine Telecommunications Company. I was one of the founders of the operation. Today, that's the largest private sector employer in Palestine, the Palestine Telecommunications Company. I went off and created my own consulting firm, and I was able to work in consulting here. And I also was the founder of the Plaza Shopping Center in Al Bulur, Al Bire, which was also a major project which was built during the Second Intifada. Throughout all of these work experiences, I was able to interface with the community in a very constructive way, even though given that weakness of language. So my first message would be, don't let the language be a barrier to interface with Palestine. And I say that even more so these days because I'm seeing communities from around the US, whether it's church communities or even Jewish Americans, who are coming to Palestine and getting involved either via internships, either studying here. Some of them are even coming and working in the private sector or in civil society. And I don't see Palestinian Americans or Albire Palestinian Americans here doing that kind of work. And I think there's a lot of value to not just come and visit, but come and get involved. And it doesn't have to be political involvement. It can be involvement in your field of study. If you're a nurse, come and donate 2 or 3 months of your time at one of our hospitals. The civil society here is colorful. There is a lot of civil society players that can basically accept skills from any field of study to be useful to their work. So there's a lot to do here, and that would be my message for the younger Palestinians that are thinking about Palestine, but maybe they're a little bit hesitant to actually come back to Albire. We need your support. Albire, compared to some of the other cities, needs even, I think, more support from the diaspora community because so much of our diaspora is out there. Albire has the majority of its citizens outside of the country. And this is where I would send a message to the older generation of Albire, people like my father in Ohio and others of his generation. I think it's important that they not only try to encourage their children to come here, not only to visit, although visiting is good, but also to come here and spend more time with the community. But they themselves, those with resources in our community back in the States, I think have a responsibility to support the community in a more material way. I know we always have moral support. That's there and that's important. But what we really need is more practical support, whether it's financial support or actual material support on the ground or volunteer support. All of this is important. And I think we can improve Albire's standing with this diaspora involvement here. رسالة لكل البروية اللي في أمريكا إنه أعطوا فلسطين فرصة. موجود كل فرص العمل اللي ممكن تتوقعها في فلسطين. وممكن حتى الواحد يلاقي فرص عمل في هاي الدولة اللي عم تنمو لسه.
مش نامية زي أمريكا، لا هي عم تنمو، هي بدها تصير دولة. هي صحيح تحت الحصار الإسرائيلي الصهيوني، ولكن إحنا دولة عم بنكاتل وعم بنحارب، مش بالمعنى اللي هو إحجار وطخ ومشاكل، لا لا، إحنا بنحارب بشغلنا وبثقافتنا، وإنه كيف إحنا بنقدر نطور هاي البلد، سواء كانت البيرة ولا رام الله ولا فلسطين ككل. وأنا متأكد إنه كل واحد فلسطيني في أمريكا براوي ممكن إنه يعطي فلسطين إشي، سواء كان استثمار ولا كان جهد عمل ولا كان خبرة. أنا متأكد إنه كل واحد فينا أو كل واحد فيكم بيقدر يعطي فلسطين خطوة للأمام اللي يساعد إنه كيف نطور هاي البلد. فبتمنى إنه رسالتي وصلت لكل واحد فيكم، وبتمنى إنه كل واحد فيكم مجرد يجي على فلسطين، مش سياحة وسفر، يجي على فلسطين بنظرة ثانية، بنظرة اللي هو أنا حابب أشوف شوف موجود في فلسطين، من ناحية إنه كيف ممكن أنا أتأقلم وأعيش في فلسطين، أعيش في البيرة، شو أنا بقدر أعطي لمدينة البيرة ولدولتنا اللي هي دولة فلسطين. رسالتي إلى أهلنا أهل البيرة في الولايات المتحدة أن تعلموا من التجارب التي مررتم بها والتي مر بها أهل مدينة البيرة قبلكم. اهتموا بشبابكم وبأهلكم وبناتكم، فأن أمريكا تأخذ منكم أكثر مما تعطيكم، تأخذ منكم أولادكم وتعطيكم أموالها، فما فائدة الأموال من دون الأبناء؟ عودوا إلى أبنائكم، إلى مدينتكم التي تربيتم بها وترعرعتم بها، هذه المدينة التي لها أصل. وإذا لم تعودوا إلى مدينة البيرة فمصيركم إما المال أو الأولاد، فسوف تكون خسرانين المال والأولاد. فعودوا إلى مدينتكم.